الصحف المحلية والمواقع الإخبارية اهتمت بشكل كبير بالحادث الإرهابي اللي راح ضحيته النهاردة 3 من طلاب الكلية الحربية بعد استهدافهم في منطقة استاد كفر الشيخ وقت ما كانوا مستنيين الأتوبيس اللي كان هينقلهم للقاهرة. تعمل أكتر من تقرير عن الضحايا اللي كانوا بيجهزوا نفسهم علشان ينضموا للجيش ويخدموا بلدهم بعد ما يخلصوا كليتهم، ولكن إيد الإرهاب ما سابتهمش ان هم يحققوا حلمهم. الاهتمام الاكبر كان بالقرار اللي خده مدير الكليه الحربيه لواء اركان حرب عصمت مراد بعد ساعات قليله من الحادثه بانه يتم نقل جميع طلاب الكليه الحربيه على مستوى الجمهوريه جوا لكليتهم بدل ما يتم نقلهم عن طريق الاتوبيسات زي ما كانت بتجري العاده، بعد ما اصبح الطلاب كمان هدف جديد للارهاب. تابعنا امبارح كمان المشكلة اللي حصلت بين عدد من أفراد الشرطة والجيش في شبين الكوم. النهاردة كان في مشكلة مشابهة في طنطا، بس المرة دي بين الشرطة والمواطنين زي ما كشف الخبر اللي نشرته اليوم السابع. الخبر بيقول إن قوة من اسم أول طنطا ألقت القبض على شاب كفيف اسمه فتحي سامي، وده كان في حملة أمنية بمنطقة ترعة الشيتي بدائرة القس بحجة إن معاه الصافة بتاعت الضوافر دي. تم اقتياد الشاب الكفيف لاسم أول طنطا، احتجازه لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، لكن ده أثار غضب أهالي المنطقة اللي توافدوا على القسم واستنكروا واقعة القبض على الشاب، خاصة أنه كفيف وما ارتكبش أي جريمة، ودخلت قيادات أمنية وعدد من الأهالي عشان يقنعوا الناس أن هم ينصرفوا لحد ما الإجراءات القانونية في الواقعة تخلص، وبعدين يبقى في كلام تاني. في حالة احتقان بدأت انها تظهر في الفترة الأخيرة لازم ان احنا ناخد بالنا منها. النيابة الإدارية بتكشف، ده الخبر اللي بعد كده، تورط نظيف وغالي في الاستيلاء على 455 مليار من أموال المعاشات. ده كان عنوان التحقيق المهم اللي نشره موقع أونا، واللي بيكشف نقلا عن تقرير قضائي صادر عن مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية يكشف قضية فساد مادي وإداري داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تورط فيها أحمد نظيف ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وأهدروا فيها مليارات الجنيهات بالإضافة لرئيسي الهيئة السابقين ووكيل أول الوزارة اللي أهدروا هم كمان مئات الملايين من أموال الأرامل واليتامى والمصابين. وعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة نظيف وغالي للنيابة العامة وإحالة باقي المتهمين للمحكمة. زي ما توقعنا خروج مسؤولي نظام مبارك مش نهائي، وشوية بشوية هتبتدي تظهر قضايا ومخالفات جديدة ممكن مرة تانية إنها ترجعهم السجن. نروح لخبر أول ما تقراه تحس إنه منشور علشان يعمل أزمة، عشان يدخلنا في مشكلة طائفية جديدة. خبر المنشور في المصري اليوم بيقول إن الزيارة اللي أجراها الفنانين أحمد ماهر وحنان شوقي ووفاء الحكيم لمقابر قوات الحشد الشعبي الشيعية في العراق عملت جدل واسع، وكلمة جدل واسع دي بقت مدخل علشان تلاقي مبرر إنك تعمل أي موضوع ملوش مبرر. نقلت المصري اليوم تصريحات أحمد ماهر للتلفزيون العراقي اللي قال فيها أنا في حالة سيئة جدا، كيف يتم فصل رأس الشباب على يد قوات داعش الإرهابية، وأضاف إن القضية إبادة شعوب، فالقضية ليست دولة ولكنها تدمير حضارة بأكملها، فإن لم ننسق فهي النهاية. طبعا الخبر ده عمل أزمة كبيرة وردود فعل سلبية تجاه الفنانين اللي عملوا الزيارة دي، مع ان التصريحات اللي قالوها فيهاش اي خلفيه طائفيه، لكن الطائفيه كانت موجوده جدا في التعليقات على الخبر المنشور في المصري اليوم، واللي معظمها كان بيحذر من تشيع الفن بيطالب باتخاذ اجراءات قانونيه ضد الفنانين دول. اخر خبر في الصحافه المحليه من جريده الشروق بيقول فيه اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزاره الداخليه انه هيتم بكره نقل الاعلامي والصحفي هاني صلاح الدين لمستشفى المانيا التخصصي لتلقي العلاج.
أكد عبد اللطيف إن صلاح الدين بيعاني من أمراض مزمنة، منها ارتفاع ضغط الدم والسكر والدوالي بالقدم وضعف كبير بالنظر، وتابع إن احنا ما عندناش مانع من خروج أي سجين لتلقي علاج خارج السجن في إطار القانون، واتكلم إنه تم نقل عناصر إخوانية لمستشفيات خارجية وفقا للوائح وقواعد السجون. القرار ده بعد ما يعني جه وشفناه بعد ما دعا عدد كبير من الصحفيين إنهم ينظموا وقفة احتجاجية بكرة قدام نقابة الصحفيين علشان يطالبوا بمعالجة صلاح الدين اللي صدر ضده مؤخرا حكم بالسجن المؤبد في قضية غرفة عمليات رابعة، حذروا فيها من احتمالات فقد بصر بسبب معاناته من أمراض في عينه وحاجته لجراحة عاجلة. نخرج من صحافتنا المحلية ونروح سريعا للصحافة الغربية، وبشكل خاص النهاردة بنركز مع حضراتكم في الصحافة البريطانية. والنهاردة أبرز يعني في الصحافة البريطانية كان موضوع الانتخابات البريطانية، ودول كانوا أبرز موضوعين الحقيقة في الصفحات الأولى، موضوع الانتخابات البريطانية وموضوع اقتراب العلماء في إحدى الجامعات الأمريكية من قرب التوصل إلى عقار لمرض الزهايمر. في موضوع الانتخابات البريطانية دالي تيليجراف عملت عنوان The Return of Good Life أو عودة الحياة الجيدة، وتحت العنوان المتفائل ده كان في صورة كبيرة احتلت معظم مساحة الصفحة الأولى من الجريدة، ودي كانت لزوجة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اللي بيسعى للفوز بولاية تانية في الانتخابات البرلمانية لمجلس العموم البريطاني، والمقرر انه الانتخابات دي تجرى يوم 7 مايو اللي جاي. الصورة بتظهر فيها سامانثا كاميرون وهي مبتسمة، ونقرأ انها كانت من بين الحضور لأحد الخطابات الانتخابية لزوجها زعيم حزب المحافظين كاميرون. اللي بيقرأ الخبر الرئيسي في الصفحة الأولى للديلي تيليجراف يكتشف أن دي كانت جملة من خطاب انتخابي لكاميرون في العنوان الفرعي، وبخط أصغر كتبت الديلي تيليجراف كاميرون بعد أن بعد الألم الاقتصادي الذي تحمله البريطانيون سيتم تعويضه بمستقبل أفضل للجميع. لكن من الغريب أن العنوان الكبير لديلي تيليجراف جه بدون علامات تنصيص، يعني القارئ هيشوف صورة كبيرة لسامانثا كاميرون وهي على وشها ابتسامة عريضة وفوق الصورة عودة الحياة الجيدة. ديلي ميل اتكلمت عن وعد حزب المحافظين للناخبين بأنه في حال عودته للسلطة هيسعى لتمكين بعض البريطانيين اللي بيأجروا بيوتهم من اتحادات المساكن لأن هم يمتلكوها، وده موضوع رفضوا رؤساء الاتحادات دي. ديلي ميل بتهاجمهم وبتقول عنهم انهم قطط سمان حسب تعبيرها. تايمز كمان اتكلمت عن الخلاف بين المفوضيه الاوروبيه في بروكسل وكاميرون على المعاهده الاوروبيه، وطبعا ده من المواضيع الرئيسيه المطروحه على اجنده السباق الانتخابي. مواضيع كتير اتكلمت فيها الصحافه البريطانيه. موضوع الانتخابات البريطانيه كان ابرزها وكان الاهتمام منصب عليها. خلونا نتكلم اكتر في الموضوع ده، ومعانا الصحفي المقيم في لندن احمد زكي. صباح الخير يا احمد. صباح النور يا صاحبي. الصحافه البريطانيه ازاي تناولت موضوع الانتخابات انتخابات مجلس العموم؟ هي طبعا يعني تناولته باكثر من طريقه واكثر من زاويه، لكن كان من المهم جدا الاشاره لان الصحف التي عاده لديها توجه حزبي ما أو يعني يطلق عليها أحيانا الصحف اليمينية كانت بتتناول الانتخابات البريطانية من منظور محاولة دعم المحافظين أو دعم المحافظين. أما الصحف التي تنتمي إلى الاتجاه اليساري أو يسار الوسط فكانت هنا تهاجم سياسات المحافظين أو تهاجم الأجندة الانتخابية لحزب المحافظين. مثلا ديلي تيليجراف، بما إنك ذكرت ديلي تيليجراف هي صحيفة معروفة أن لديها توجه يعني يقال يمين وسط، كان من البارز جدا فكرة ريتيرن أوف ذا جود لايف، لكن أيضا كان من البارز إنه الكاريكاتير بتاعها وهو اللي بيرسمه رسام كاريكاتير شهير وهو مات، كان يطرح انه في رسمه على الصفحه الاولى ايضا جنب صوره سامانثا كاميرون عباره عن رجل شايل جورنال مكتوب فري تشايلد كير او رعايه مجانيه للاطفال.
بمعنى ان الحكومه تدفع او الحكومه تتعهد بدفع او بمنح الاباء الذين لديهم اطفال صغار 30 ساعه للعنايه باطفالهم بمدفوعه الاجر من قبل الحكومه في حال فاز المحافظين بجوله ثانيه في الحكم. فالراجل شايل المحيطه دي ومراته شايله اختبار الحمل وبتقول انه وفق اختبار الحمل فاحنا لازم نكون كونسرفيتيف فوترز بمعنى ان احنا ننتخب المحافظين. فده مثلا يعني كاركتير على الصفحه الاولى لديلي تلجراف في رساله مبطنه بان والله الوعود اللي بيعت بيها كاميرون قد تكون من مصلحه الناخب البريطاني او هكذا يبدو زي ما هم كتبوا ذا جود لايف بدون علامه تنصيص والصوره اللي اختاروها لسامانثا كاميرون. لكن طبعا في صحف ثانيه زي مثلا صحيفه الجارديان مثلا اللي هي يسار وسط وركزت على فكره التصريحات اللي قالها كليب اللي هو نائب رئيس الوزراء الحالي او يعني المفروض كان نائب رئيس الوزراء الحالي لان هو كان زعيم حزب الديمقراطيين الاحرار الليبدن وهو كان داخل في ائتلاف مع كاميرون داخل في ائتلاف مع المحافظين وهو اللي مكن كاميرون من الوصول للحكم بالائتلاف ده. فكليب كان عامل حوار مع الجارديان وبيتكلم بان احنا مش هنتباع خلال المحادثات بتاعه الائتلاف بمعنى اخر انه الليبدن او الديمقراطيين الاحرار بيعتقد ان هم هيكونوا الكينج ميكرز او صانعين ملوك هم اللي هيمكنوا احد الاحزاب الكبيره سواء العمال او المحافظين اللي هم يتبادلوا رئاسه الوزراء ويتبادلوا الحكم في بريطانيا منذ سنه 1922 هيمكنوا احدهما من الوصول للحكم لانه من المرجح او من المتوقع وطبعا ما فيش اي شيء حاسم حتى اللحظه انه الاحزاب الكبيره لن تحصل على عدد مقاعد كافي لتمكينها من تشكيل حكومه اغلبيه. ايه هي ابرز الملفات اللي وانت بتتصفح الصحافه كانت مهتمه بيها ومهتمه بابرازها؟ يعني طبعا هو ابرز الملفات اللي طرحتها الصحف كان هي نفس ابرز الملفات الموجوده على الاجنده الانتخابيه، ملف الرعايه الصحيه والانفاق على الان اتش اس او اللي هو الناشونال هيلث كير اللي هو الرعايه الوطنيه الصحيه للجميع، ملف الهجره طبعا لان الناخب البريطاني لديه قلق من فكره الهجره سواء من داخل الاتحاد الاوروبي وارتفاع معدلات الهجره من داخل الاتحاد الاوروبي او من الهجره حتى من خارج الاتحاد الاوروبي، ايضا ملف العلاقه ما بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي، بالاضافه للملف الرابع وهو ملف السكن وملف ازمه السكن وده ملف كبير مطروح على الاجنده الانتخابيه والمحافظين بداوا يقدموا فيه وعود. طيب ايه اكتر حاجه لفتت نظرك في التغطيه تغطيه الصحافه البريطانيه لهذه الانتخابات؟ هو في اكتر من شيء، طبعا في ازاي تعاملت الصحف البريطانيه مع موضوع ازمه السكن في الحملات الانتخابيه لانه كان كاميرون او المحافظين بداوا يقدموا وعود ان هم هيمكنوا 1.3 تقريبا يعني 1,300,000 بريطاني بيأجروا مساكنهم من اتحادات المساكن التي لا تدفع الى الربح هيمكنوهم من ان هم يتملكوا هذه المساكن والحكومه ستتدخل لتملكهم هذه المساكن ودي في اعاده او في طرح محاولة طرح السياسة كانت عملتها مارجريت تاتشر سنة 80 ومكنتها من الحكم أو مكنت المحافظين من الوصول للحكم طبعا خلال ولايتين لمارجريت تاتشر ثم ولاية جون ميجر. فهو طبعا كان من البارد جدا صحيفة دين ميل وهي صحيفة يمينية عنوانت قالت هاوسنج باك كات هيبوكريسي بمعنى نفاق القطط السنان والمقصود بالنفاق القطط السنان مقصود بهم رؤساء اتحادات السكن اللي رفضوا خطة كاميرون. لكن برضه من اللافت جدا ازاي بقى صحيفه يعني مجله عريقه زي الايكونومست تعاملت مع هذا الموضوع بشكل موضوعي جدا وبدات تشرحه وبدات تفهم القارئ ايه هو الهدف ربما السياسي من وراء هذه الخطوه اللي بيقدمها حزب المحافظين للرجوع للحكم. لكن كان برضه من الحاجات اللافته جدا موضوع في الجارديان وهو موضوع شيق جدا وكان عنوانه اجايل تو ذا بريتش الكشن فور نون بيس او دليل الانتخابات البريطانيه لغير البريطانيين. ومن المهم جدا انه اللي يدخل النهارده على الجارديان او الصحيفه زي ما احنا قلنا يسار وسط ويقرا هذا الدليل فيستفيد جدا 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 من كم المعلومات اللي هي مطروحه في صيغه اسئله يعني بسيطه جدا جدا ثم الاجابه عنها بشكل برضه بسيط وجذاب مما يعني ايضا محاوله اللي يقرا مثلا هذا الموضوع يكتشف ان الانتخابات القادمه اللي هتكون يوم 7 مايو القادم هي انتخابات قد تحمل عنوان هي انتخابات تاريخيه، انتخابات تاريخيه لانه ما فيش يقين حتى اللحظه ايه اللي هيحصل خصوصا ان الخريطه السياسيه في بريطانيا حاليا تمر يعني باعاده تشكيل واعاده رسم لكن ما حصلتش من عشرات السنين. الى اي مدى ده ممكن يعني او يعني يؤثر على اهتماماتنا احنا بقى هنا في منطقه الشرق الاوسط؟
أهمية الانتخابات دي لينا إحنا؟ هو ده هيأثر أولا إن بريطانيا لها تاريخ طويل وعميق جدا مع دول الشرق الأوسط، وبالتالي أي حكومة بريطانية قادمة هي لها أجندة في السياسة الخارجية بالنسبة للشرق الأوسط. خلينا نلاحظ إن بريطانيا التي تقلص الإنفاق على الجيش بتاعها عندها خطط لإقامة قواعد عسكرية في الخليج مثلا. بريطانيا النهاردة هي عضو فعال في التحالف في ضرب تنظيم الدولة في العراق مثلا. بريطانيا أيضا لديها تطور وطرح بالنسبة لليمن أو بالنسبة لما يجري حتى في مصر أو بما يجري في ليبيا إلى آخره إلى آخره. وبالتالي بريطانيا يعني كانت موجودة في الشرق الأوسط كمستعمر قديم، لكنها موجودة اليوم من خلال إرث ثقافي وتاريخي كبير، ومن خلال أجندة سياسة خارجية ومصالح اقتصادية في دول الشرق الأوسط فعالة very active زي ما بيقولوا، حيوية جدا. وبالتالي نتيجة الانتخابات القادمة نتيجة مهمة ولها تأثيرات طبعا. إلى أي مدى دائما احنا يعني في المؤسسة البريطانية يقولوا إن السياسة الخارجية البريطانية لا تتغير كثيرا بتغير الحكومات المتعاقبة، لأن دي بتبقى في كده يعني بيسموها كروس بارتيسن أو يعني اتفاق ما بين الأحزاب عليها. لكن مهم جدا متابعة هذه الانتخابات ومتابعة ناس تسفر عنه، خصوصا إن هي الانتخابات اللي بتيجي في الدولة البرلمانية الأعرق، وبالتالي الناس بتتعلم منها. يعني حتى الامريكان بيبصوا دائما لكل مره بتحصل فيها الانتخابات البرلمانيه البريطانيه باعجاب شديد وحتى يعني باهتمام شديد جدا، لان هذا النظام من الحكم غير متوقف في دول كثيره ومن ضمنها الولايات المتحده الامريكيه. انا بشكرك احمد زكي الصحفي والباحث المقيم في لندن، بشكرك على وجودك معنا وعلى هذا العرض للصحافه البريطانيه. بعد الفاصل هنتكلم معاكم في موضوع ثاني، هنتكلم معاكم عن ما يحدث في اليمن، ما آخر التطورات في هذا الملف. هيكون معانا زميلنا الصحفي أحمد محجوب، وهنتكلم معاه ونعرف منه تحليله وقراءته للصحافة في هذا الموضوع بعد الفاصل.